كنظن اخي كنظن الرجاء البيضاوي لان هذا العام عنده واحد الفريق كنظن قوي و 100% كنظن الرجاء البيضاوي هي اللي يمكن لها تفوز بهذا اللقب. وبكل صراحه ما عنديش شي خبر على كل على هاد كورونا كيفاش هذا، ولكن نتمنى لهم التوفيق والله يحد الباس الله يبعد علينا هذا الوباء اخي. هادشي اللي نقولوا عدد العام خويا الراجل عنده مؤهلات وعنده لاعبين قيين لاعبين كيلعبوا مزيان. والله ما عارش اخويا ما عارفش في الوداد سمعتش انا في الوداد الراجل ما فيهاش لا ما فيه عيدوا البطوله بقى اللعابه نقايه واللعاب تبارك الله عليهم كيعطوه.